لا كويسين الحمد لله، قدوا النهارده التمرين كويس مفيش اي حاجه. لا كل اللعيبه الحمد لله يعني كلهم ماشيين كويس. طيب هناك حاله من الغضب او من الحزن من الصحفيين اللي هم النهارده ما راحوش التمرين لانه تم منع المصورين من حضور المران، وده اغضبهم جدا وبالتالي قطعوا. ما حصلش يا كابتن احمد الكلام ده، ما حصلش. طب قول لي ايه اللي حصل. كل المصورين والصحفيين جم حضروا التمرين، صوروا كل حاجه. المفروض التصوير فوتوغرافيا مش فيديو، ما حدش معاه فيديو. او يعني اللي حصل هم كانوا قالوا احنا عايزين صور فوتوغرافي عادي يعني. تمام. صوروا كل حاجه لحد ما التمرين ابتدى وتوقف التصوير. يعني في كم من المالي وغير مالي والافارقه جايين بيصوروا. الكابتن سيد قال للناس صوروا زي ما انتوا عايزين لحد التمرين ابتدى. انا ما شفتش اي حاجه النهارده، الناس كلها كانت موجوده وصورت لحد اول ما التمرين ابتدى. تقسيمه كمان يعني وقفوا التصوير. اللي هو الفيديو ولا صور الفوتوغرافيا ولا الفيديو بس انا عشان ابقى عارف؟ لا الناس النهارده كانت معاها كاميرات عاديه مش فيديو. يعني يصوروا. فاداهم الفرصه يصوروا لحد ما الماتش ابتدى، لان في ناس مصورين تانيين من افريقيا من بلدان بقى تانيه ومن مالي. فالتصوير انا اول ما التمرين ابتدى. بس خالد في كل الدنيا بيسمحوا بتصوير اول 10 دقائق، يعني انها كلها بتبقى جري وحاجات خفيفه ما لهاش علاقه بالتكتيك. ما هي واول هم صوروا. ما انا بقول لك اول يعني اول 10 دقائق كده تصور وكل حاجه، ولا حاجه كابتن سيد موقف. لا اول 10 دقائق يعني من التمرين ولا هم لسه بيلبسوا وهم لسه بيربطوا؟ يعني ده السؤال. يعني هم صوروا في الفندق وصورونا في صلاه الجمعه وصورونا ساعه التحرك في الفندق وصورونا ساعه نزول العربيه نزول اللعيبه من العربيه وصورونا جوه الملعب وفي التسخين اول ما ابتدى التمرين الجد. يعني هم صوروا التسخين؟ طبعا. بس ده كلام غير الكلام يا استاذ سيف. كل يعني كل الناس كانت موجوده ومفيش اي حاجه. يعني انا شايف ان ده طبيعي، يعني ان في ناس من حته ثانيه ومن نادي الملعب المالي فمنع التصوير. بس يعني الصحفيين المصريين كانوا موجودين واشتغلوا ساعه التمرين؟ كانوا موجودين كلهم ساعه التمرين. انا شايف ما الاستاذ هشام ابو حديد قال انه ما راحش، والاستاذ محمد جابر والمصورين ما راحوش اعتراضا على كلام الكابتن سيد معاهم انه ممنوع التصوير تماما في الملعب. النهارده معظمهم كان موجود. اذا كان في حد ما جاش يبقى واحد ولا اثنين، لما معظم الدافع كل الزملاء الصحفيين كانوا موجودين. طب يعني ارجو ان انت بخبرتك تتدارك مثل هذه الامور، لانه احنا كلنا بعثه واحده وبالتاكيد كلهم مسافرين لغرض هو مسانده مؤازره النادي الاهلي واعطاء اخباره بمصداقيه من الملعب وايضا متابعته، لانه ده برضه عمله هو بيحاول يؤديه على اكمل وجه. وبالتاكيد انت كعضو مجلس اداره مخضرم مقدم في النادي الاهلي بالتاكيد هيكون لك دور في ده يا استاذ خالد. لا لا مفيش حاجه، احنا بكره حتى احنا يعني انا ان شاء الله هنحضرهم قبل التمرين وكل حاجه ونظبط معاهم كل حاجه، يعني ان شاء الله مفيش مشاكل يعني. طب يعني طمني عن حاله الفرقه بصفه عامه، هل ازمه حسام غالي عامله مشكله ولا تم تداركها والامر انتهى تماما؟ لا ان شاء الله تدرك، يعني ما فيش مشكله. طبعا هو يفرق طبعا معانا حسام غالي لعيب كبير ومحتاجينه في ماتش زي ده، بس في الظروف الحاليه لازم نتماشى مع معلش يعني هاخدك في موضوع قد ما يكونش موضوعك، لو عندك رد جاوبني. انا عرفت انه جزئيا انا مش عايز حسام يسيب النادي الاهلي، بس قصه الكابتنه هي دي اللي فيها شد وجذب. يعني هو الراجل طالب انه الكابتنه تذهب بالتحديد الى ابو تريكه حسب ما علمته، انه مشكلته مع حسام بدات من يوم مباراه الاهلي والمصري، لكن الاحداث وما حدث بعدها يمكن ده اللي اجل قراره، ثم المشكله الاخيره خلت الموقف يتصاعد شويه. والله يا كابتن احمد يعني انا بيني وبينك مش يعني انت عارف الظروف النهارده في الماتش ده وماتش حساس واحنا ظروفنا كنادي مش ظروف عاديه. يعني ما فيش ماتشات وما فيش يعني ما هوش وقت يعني مباراه عاديه جايينها وظروف عاديه، فبنحاول نعدي الامور لحد ما يرجع ونعدي المباراه ويتفتح الكلام ده بقى مع لجنه الكوره، هم المختصين بالكلام ده عشان ما يحصلش نوع من التوتر مع الفرقه وهو نفسه كمدرب المدير الفني. يعني
ما حاولناش يعني. انا اتكلمت معاه في الموضوع كده سطحي وخلاص واكلنا بقى كلام لما نرجع مصر بعد عالجنا الكوره بقى ان شاء الله ان شاء الله. ان الوقت مش عايزين تنشانه خالص يعني. صحه ما نشر في ما هو منشور في الاهرام غدا انه الداخليه بترفض اقامه مباراه العوده للاهلي في القاهره. والله بقى دي بقى يعني هتتلعب فين يعني؟ وبعدين احنا هنفضل نعمل كده. طب الاهلي طب وينفي والزمالك؟ مش معقول يعني. احنا النهارده عايز اقول لك احنا جينا في ماني وقالوا فيها اضرابات وخوفونا ويعني وقصص كده. والماتش هيتلعب ان شاء الله عادي بكره في ماتش ثاني برضه فرقه ثانيه في نفس البطوله. يعني اذا كان مالي بتامن مباراتها. يعني احنا من باب اولى مصر بقى يعني الموضوع ده متهيألي ما يعديش له كفايه. خلينا نكمل بطوله وخلي الناس تفرح شويه. الظروف بتاعت البلد يعني مش ناقصه توتر ومش ناقصه المباراه دي او الزمالك او انت بتتفرج على الناس يعني. والمفروض ان احنا انا شايف جمهور متعاون وجمهور ملتزم فلازم يبقى في فرصه كده يعني نخلص بقى نصفي المشاكل الموجوده دي. استاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الاهلي الى مالي اشكرك شكرا.